عرف عن سلاطين عمان على مدى التاريخ الحديث قيامهم بالعديد من الزيارات والجولات الخارجية التي شملت دولا عديدة، وذلك بغرض التعرف على مظاهر التطور الإداري والسياسي والاقتصادي في تلك الدول وإمكانية الاستفادة من تجاربها، أو لأغراض طبية وسياحية تعكس مدى الانفتاح الذي عرف عنهم على ثقافات الشعوب المختلفة. وتعد المملكة المتحدة من أبرز الدول التي حرص السلاطين العمانيين خلال 100 سنة الأخيرة، وتحديدا منذ عهد السلطان تيمور بن فيصل على زيارتها، وذلك للعلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين. كما قام سلاطين زنجبار بزيارات مماثلة منذ النصف الثاني من القرن 19، علما بأن السفينة السلطانة كانت قد وصلت إلى موانئ بريطانيا في عام 1842. قام السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بعدد من الزيارات الرسمية والخاصة إلى المملكة المتحدة، من بينها زيارة خلال الفترة من 6 من سبتمبر عام 1973 إلى 14 من سبتمبر عام 1973، من ضمن زيارة السلطان الموسعة إلى أوروبا والتي استغرقت 5 أسابيع، أجرى خلالها محادثات مهمة مع كبار المسؤولين البريطانيين، حيث التقى برئيس الوزراء إدوارد هيث وناقش عددا من الموضوعات، من بينها حضور عمان لمؤتمر حركة عدم الانحياز في الجزائر العاصمة، والوضع الأمني في عمان وظفار، ومسألة التدخل العسكري البريطاني وعلاقة السلطان مع إيران. كما عقد السلطان قابوس بن سعيد لقاء مع وزير الدفاع اللورد كارينغتون، تناول فيه موضوع تمويل نظام دفاع جوي شامل في عمان، وتقرير مرفق متعلق بالنتائج التي توصلت إليها بعثة عسكرية إلى عمان بشأن تقييم الحاجة إلى نظام دفاع جوي. والتقى السلطان قابوس طيب الله ثراه بوزير الخارجية السير إليك دوغلاس هوم، حيث ناقش عددا من القضايا، منها ما يتعلق بجمهورية يمن الديمقراطية الشعبية، وخطة الدفاع الجوي، وعلاقات السلطان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومخاوف السلطان بشأن السفارة العراقية في أبوظبي، والمساعدة الإيرانية، والجامعة العربية، ومؤتمر عدم الانحياز. وخلال الفترة من 16 إلى 19 من مارس عام 1982، قام السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بزيارة إلى المملكة المتحدة، حيث استقبله في مطار جاتويك بلندن الأمير تشارلز دوق جلستر، وذلك في عام 1982. والتقى خلال الزيارة بعدد من الشخصيات، من بينها الملكة إليزابيث الثانية، والأمير تشارلز أمير ويلز، والسيدة مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطاني. وأقيمت للسلطان قابوس والوفد المرافق له مراسم استقبال رسمية، كما عقد جلسات مباحثات تناولت عددا من القضايا التي تهم البلدين والشرق الأوسط. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.